حطوا العقال نفسهم اللي كانوا معنا اللي لبسهم آخر شيء. هذول هم طول فترة يعني الفترات الماضية من عن هاي البلد اللي كانت يعني نفس استريحتوا فيها زي ما هي، حتى غسيل ما غسلناهاش ضلت زي ما هي. هاي حطوا العقال الفلاح فلاح وهاي هاي بطلون البدلة. أشوف كل البنطلون يعني طلع البنطلون. ما هو احنا فترة الحصار مرتي رخينا. هاي البدلة اللي لبسها ياسر عرفات اخر شيء، البنطلون ما له ثير صحيح. شوف الجاكيت والله. ايوه الجاكيت هاي كما هي. زي ما هي كل الأشياء بما في أشياء شخصية في الجيب بعدين زي ما هي مسكرة ما في أشياء.